في التطورات الميدانية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن محاولة أوكرانيا استهداف جسر القرم لن تبقى دون رد، موضحة أن ليس هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية على حد وصفها. قبل ذلك أعلنت سلطات القرم إسقاط صاروخ ثالث حاول استهداف الجسر بعد التصدي لصاروخين أطلقتهما أوكرانيا فوق جسر القرم. كما أعلن حاكم مقاطعة بلغورود الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين، مشيرا إلى استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة 7 مرات خلال الساعات 24 الماضية. غلادكوف أشار أيضا إلى إسقاط مسيرة أخرى في مدينة تشيبيكينو وثلاث قذائف هاون استهدفت بلدة بانكوف، بالإضافة إلى قذيفتين مدفعية على بلدة تريزوفكا. من كييف ينضم إلي موفد العربية أحمد باجاتو. أحمد، أهلا بك معنا. هل من تصريحات رسمية من قبل الحكومة الأوكرانية حول هذا الاستهداف للعمق الروسي بهذه الكثافة خلال الأيام الماضية؟ نعم، يعني إذا كنت تتحدثين عن الاستهداف جسر القرم، لا توجد أي تصريحات رسمية من قبل الحكومة والمسؤولين ووزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن حول هذا الاستهداف. المصادر كلها وشهود العيان والتصوير الذي أتى من كثير في أو الكثير من المواقع يعني يظهر استهداف هذا الجسر، جسر كيرتش الذي يربط ما بين الأراضي الروسية وما بين شبه جزيرة القرم. بالمناسبة هذا ليس الاستهداف الأول لهذا الجسر أو الجسر الآخر الذي يربط ما بين الأراضي الأوكرانية وشبه جزيرة القرم. كان هناك العديد من الاستهدافات لهذه المنطقة، ربما تتحدث أو ستتحدث وزارة الدفاع مساء هذا اليوم عن هذه المحاولة للاستهداف. بالطبع تقصد أوكرانيا من هذا الاستهداف أن تقطع خطوط الإمداد إلى شبه جزيرة القرم وتقلل بعض الشيء من الهجمات القوية التي تقوم بها القوات الروسية في منطقة كوبيانسك الواقعة في منطقة خركيف أو مقاطعة خركيف، حيث الهجوم الأقوى الذي تقوم بشنه القوات الروسية، وهذا هو الهجوم يعني الأقوى حتى الآن في هذه المنطقة. تتحدث المصادر العسكرية عن أن روسيا الآن تريد تخفيف الهجمات القوية التي تقوم بها القوات الأوكرانية في مواقع التماس ومحاور القتال المختلفة سواء شمالا أو جنوبا. وزارة أو هيئة الأركان الأوكرانية تحدثت عن هناك العديد من الهجمات الصاروخية قامت بها سواء المدفعية الروسية أو الطيران الروسي. تتحدث عن لوغانسك الذي استهدفتها عدة مواقع، استهدفت القوات الروسية عدة مواقع، كذلك دونياتسك التي شن فيها الجيش الروسي 28 هجوما متتاليا خلال منذ مساء اليوم السابق وحتى قبل قليل. أيضا كان هناك هجمات متعددة في زاباروجيا، تحدث وزير الداخلية أنه قتل شرطة وجرح 12 آخرين منهم 4 ضباط. خرسون كذلك كان هناك هجمات بالطيران وهجمات صاروخية استهدفت عدة مواقع في خرسون. تتحدث مصادر استخباراتية بريطانية عن أن القوات الروسية قامت بنقل عدد من المظليين الروس من خرسون إلى زاباروجيا لتخفيف الضغط الواقع على القوات الروسية المتواجدة في هذه الجهة. نعم. إذن نحن نتحدث عن استمرار للمعارك المختلفة على كافة محاور التماس أو مواقع التماس ما بين كلا الجانبين، لكن يبقى الحدث الأبرز منذ أيام هو التقدم الذي تقوم به القوات الروسية في محور كوبيانسك. هو تقدم يعني استغربه البعض، لكنه بالطبع تريد به موسكو إحراز تقدم كبير في هذه الجبهة، وبالطبع تخفيف أيضا القتال أو وطأة القتال على الجبهات الأخرى المواقعة في جنوب منطقة المعارك كما تقول المصادر العسكرية. أحمد باجاتو، موفد العربية، كنت معي من كييف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.